اهلا ونزلتم مرحبا ونزلتم سهلا ومرحبا بكم جميعا. اما بعد ايها الحضور الكريم، ايها الساده والسيدات، لقد جئنا وجئتم جميعا وكل الحساسيات القبليه الى جماعه المحبس وما تمثله من رمزيه وما تحظى به عندنا جميعا من تقدير يمتد الى الحدود، ولكنه تقدير بلا حدود. جئنا اليوم لنعبر ولنجدد التعبير عن خالص تقديرنا وامتناننا للمجهود الوطني العظيم. جئنا لنقول بأصواتنا الحرة المستقلة أننا مع جلالة الملك وراءه جنود مجندون نتمن عاليا حرصه على تحقيق التوازن بين الوفاء لقضايا الوطن وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية. احنا هون يعني في متواجدين في المهرجان القطري جماعة المحبس لتوجيه رسائل سياسية قوية لمن يهمه الأمر. أولا أنا أثمن القرار الملكي بفتح معبر قرقاس بطريقة سلمية وبدون إزالة أي قطرة دم. المسألة الثانية، خلينا نتمم القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وبأن يعني هذا القرار له ما بعده. المسألة الثالثة وهي يعني رسائل سياسية إلى إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف أننا نقول له أننا يعني نؤيد مشروع الحكم الذاتي، المشروع الذي يحظى بمصداقية ليس فقط دولية بل أيضا على المستوى الوطني. فكل سكان الأقاليم الجنوبية يؤيدون هذا يعني المشروع، وبالتالي فإننا نطلب من الإخوان بالعودة إلى كنف الوطن لإطلاق مسلسل وسيلة تنمية ويعني إنشاء مؤسسة حقيقية في ظل السيادة المغربية. رسائل يعني قوية لمن يهمه الأمر، لأن التنمية في المغرب وصلت أبعد الحدود، وهذا دليل طبعا على جدية بلادنا في النهوض بهذا الوطن وفي السير قدما في التنمية المحلية والتنمية البشرية، قصد طبعا ضمان المواطنة والعيش الكريم لكل المواطنين المغاربة. شكرا. أشكر من هذا المنبر من منطقة المحبس أثمن هذا القرار اللي جاء به الرئيس الأمريكي ورنم ولي وراء صاحب الجلالة خطى وكل الأمور هو عدنا احنا مع جميع الفنانين منتدى الفنانين بدوري وبدور جميع الفنانين. راني نشكر غاية الشكر أعضاء الجهة وأعياء القبائل والمجتمع المدني والنقابات على هذا النهار السعيد الذي هي فيه يعني رد فينا شي كعبة ونثمنوا هذا القرار اللي جاب به ترامب، ونثمنوا القرار اللي جاب به سيدنا. حنا رانا وراء سيدنا والله يصل الملك محمد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس رابطة الشباب الرابطة الإقليمية الشباب الملكي للدفاع عن المقدسة الوطنية، نثمنوا المجهودات اللي قامت فيها المملكة المغربية بشخص سيدنا فيصل جلالة الملك محمد السادس، والاعتراف ديال امريكا المغربيه بالصحراء هذا شرف لنا وتزكيه لمشروع الحكم الذاتي، والصحراء ديما مغربيه وحنا كنجتهدوا في هذا الموضوع ان شاء الله ونوعوا الشباب وان شاء الله الرساله توصل. وها حنا من منبع منطقه اللي كتقول ان الجزائر كتلقى ضربات متتاليه، هذا الشيء غير وهم وكذوب. احنا الان متواجدين في المحبس المنطقه العازله اقرب نقطه من تندوف، ليس هناك اي ضرب ولا اي شيء. نحن مع جلاله الملك قلبا وقالبا حتى الملتقى ان شاء الله.